تكون الذاكرة كاينة 2002. بون جي تسفكار ما لا سبحان يعني الذاكرة فوالا محمد الزياني نسنيت يعني زي المؤسسين لمجموعة التوتون، نسنيت كاكوش مع مجموعة التوتون سوات يعني دعم نسن الفرقية ثاني تيسلسل الكتابة غيتا وورن ميزي طناجن يقلب بزاف المناصب بين رئيس جمعية نكور انت كاتب وباحث يجيجار انت مزيخ انت ريفيث محمد الزياني نهار مقرن صحاب بزاف كيف نغداني تي القناة حراك بيس توجه كيجي التحية سيسم التجمع الريفي البلجيكي ونقراك نهار هذا الزقوس ذا ماينو ذا فولكي ذا غودان 1971 ميز ماذا غندي نيض نهايا وانيتي ميدا كي تمثليش كمحمد الزياني نهايا وانيتي اكو شغواري شك سير سينس ويوزيشك نبقى داش ومثنا غنبقى دا كيك كل شيء حذريا يتقن دي زمار تيم قرانين حما الاسم دقا التجارب الإعلامية جي دياسبورا نغير غاب نبقى دا كيلكم مرة يني دا غي تبعن قل برنامج وانيتين السدية وانيتين ونستيتي ماسي خسالي قيمة استمر غي طوال يدور غام قران غي معا ديري الصح يعني دي جن يرس يتمثنا بي دياسبورا ماني مجان سواء ديري فيين سواء دي مزيغنون جنرال سواء المغاربة سواء انت مزغا اكيد كوم تقالي غاود مسر مالا اللي كنا دي حلان دي جن الشرف ذا القران يعني انا نشاك يتمثنا مسر مالا ويعجبين حالة تاسة دفعوا مثلا حذريا متخرجين قد تخصصات مختلفة وخاصة المسلك الأمازيغي قد جاني رأي جغان غليج الحلم جنت وراء إلى التاجي إلى القارس انتناظر من أجل تدريس الأمازيغية قلي ابتدائي والثانوي والجامعي ثم وإخراج المعهد الدراسات الأكاديمية إلى خيره من يكون شيء تنظر خص الأجيال السابقة نهار المليح نتورى ريماط زي ما انا بعد غير تقصبر حال نتورى ريماط نتورى المتخرجين دينا في التخصص الامازيغيه نتورى الاساتذه الامازيغيه نتورى اذا منايا لي جوصوريف ومقاشي قنحقق كل شيء ولكن لي جوصوريف عادي قيمه نغوبري الدزكرا يخصنا نفوز بفوز حما انا اثناوي مارا اثناوي مارا باش نتوي غوار الطاس وتوي روح الطاس اسكوس مينو انش ربما غادي نغام يا العلي غدا بريد لان غير مخريته مخي النوم مثلا غنسر مدني مزقال ويعني قيل بحوث نسم كي كل شيء غنسري داك شويه التخصص داك الانثروبولوجيا داك السوسيولوجيا داك التاريخ داك العلوم داك الى اخرها دونك نش من هي خص يمكن دا بريد لان ربما تجي شي تخصص ينو اديني يعني هي مخ تعيش نهار ونيتين لان دي جواس غنقران بالنسبة لنا يتبين أن الحضارة ينتمزيغ ديجن الحضارة تزغرات في التاريخ قمزروي ديجن الحضارة ميغاد جاني زوران قمزروي يخص الزيس نعتز الزيس نفتاخة الزيس نداحة قباري ميدن لأن تشكالي جن العنصر أساسي زي الهوية نتكمل الهوية نتمزغ نتكمل الهوية الشعب المغربي بالخصوص وانيتين ديجن دلالة يعني تاريخية دلالة هوياتية ما رخصتيني راس البعد هوياتي بالنسبة يني تنظر نقل المجال الأمازيغي وخاصة رخزي زيد تنباثق يعني الحركة زيد توهج ناس ثم لجن تطور الحركة الأمازيغية قال المغرب نرقي تمزغا تكمر يكسي البعد هوياتي أكثر يجنها غيرا كل شيء تحتفال سنهارا وليتين يعني عادي وتجي شيء كستين راسشين الدلالة الناني بقدري ما إيرا برخصة تنير تخلى دن الزاقس إجن لحظة مهمة جدا للسنة يعني السنة الفلاحية تخلى دن الزاقس مغتف ديني الخصوبة مغتف ديني الخير مغتف ديني العودش إلى آخرها مانا يتسدي جن هذا مفصل مرخصة تنير جا نجياري ناس مرخصتين يدر المشتاغ إلى خيره للقدوم نشين ديجن روخ النغمي تيري ذاك سفجاح نير بمعنى آخر ديجن المفسر جا من الجن ذا قديم قيث مواف من توشا ثموات ذا قديم صافي يتفغ نستقبل من دغا ذا ثموات زي جديد سالخيرات ناس الزاريح ناس الغلة ينسى نتكمل
إذا أنت على مستوى يعني الدلالة الفلاحية مخرجة، يعني كطقس إذا تمارست سواء ديال البوادي سواء ديال الحواضر، ماشي ديال المغرب وحدس، ولكن ديال بلاد تمزغ غنتكمل يعني بشكل عادي. لكن خصني نميز، نميز ثانيتين اثنين الأبعاد، لأن البعد يعني الاحتفالي جان مدة تسوس يعني الفلاحي، السنايا الفلاحية توقع مجموعة من الطقوس، مجموعة من الاستعراضات يعني العادات النهض التقاليد النهض، مجموعة من المسائل المظاهرية ديال الفرحة، جاء الدلالين التقويم يعني التقويم الزمني اكتمسادانك التقويمات النغمي سواء الهجري سواء الميلادي سواء الفلاحي عاود الرومي، قادر شي السنة الفلاحية الرومية جا نهارا يمكن ما اقوس قوسات تطول غا 2331 اد الهجري مرة نقابلك تقويم الهجري ده غيس 1442 نهارا، اد تقويم الميلادي مختص نبقى 2021، اد تقويم يعني السنة الأمازيغية نغوس قوس أمين ومازيغ نجديد ده غيس 1971 تقويمات هنا كاين الجن معمول ازاي سنت يعني شنين، وخاصة ديال المغرب، ولكن ديال اغلب يعني البلدان الشمال افريقيا اللي متمزقه خلي ديال الدياسبورا خصني الدلالين كذلك المغني السياسيه يعني ما انا يا مخني قاعد يخص دابريد، لان كل نقطه ذاك التفاصيل الدلالين السياسيه مرتبط في الحدث الانتصار الزعيم يعني القايد الامازيغ مقران ومقان شناق خل الحاكم نخش الإمبراطوري يعني فرعوني جي العام 950 قبل الميلاد، لأنه القضية يعني 950 945 قبل الميلاد السنة اللي بدا اللي انطلاقا التاريخ إيه وسكواسة أمازيغ، لذلك زي 950 حتى نهارها تفهم نفس يعني التاريخ إيوزن قاطس النهولي. دونك ثانيتين كذلك غاس ديلانيس تمقرات لان مرتبط الحدث هو العسكري انه يجن يجن المخشطينين يجن القوه يعني امازيغيه غاس يجن الترسانه للجيش يجن تنظيم محكم تنتصخ يجن القوه فرعونيه غير يجن تهيمن مرخصتين لجي مصر. اذا مزال حق ان الامبراطوريه في مازيغ يعيش يعني في شمال افريقيا يرغس القوه، يرغس القوه يعني تنقرنت عسكريه، يرغس القوه سياسيه، يرغس يعني حضاره كل جنس، ما هو سياسي ما هو ثقافي ما هو اجتماعي ما هو تاريخي الى اخره، كل شيء بمعنى حضاره قائمه بذاتها. دونك هذه المناوشات جان الدول جان الامبراطوريه تدينا دونك جات اللحظه من الهجوم يعني اخي الحكيمه وانت ريت تحكي من الاسره 21 الاسره الفرعونيه 21 انتصخ الشاشناق باعتبار الشاشناق هو انتاج الخليفه السابع يتعود على حسب التاريخ الخليفه السابع من النجن الحاكم يعني الامازيغي استطاع انتصر المعركه ثانيتين 950 قبل الميلاد، وبالتالي اسس الاسره 22 شوف شحال المده تحكم انتسخ الأسرة الفرعونية 21، يأسس أنت الأسرة يعني الفرعونية ولكن بهوية أمازيغية يعني 22، يأسس كذلك تستمر الإمبراطورية ثانيتين حتى الأسرة 23 بل حتى الأسرة 24 إلى حدود خسديني أن المدة ثانيتين السيطرة الغلبة مازيغ خل الفرعونية دون زي 950 حتى 715 قبل الميلاد. إذا زي السنتين إكسي يعني الدلالة ينس تم قرنت غاي مزيغن خاصة يعني جي إطار النمو الوعي السياسي لدى الحركة الأمازيغية جن يعني نهار تشتغل في البعد الهوياتي يعني إقرار في الهوية الأمازيغية شمال إفريقيا، وبالتالي الاعتراف في الهويه ثانيتين على اساس انه دي يوقع فعلا المصالحه من المنطقه ثانيتين مع ذاتها اكيغ فيلز. اذا بشكل عام ثمانية، ولكن ما روسي يقدر تفسره مثلا من عنا التقويمات جان مستعمله من عنا يعني ما معنى المفسر جان شهاره جياري جوحيا جان كذا يمكن نقيم ذا السؤال، ولكن تغنى على العموم النهار ونيتين ديج نهار مهم جدا غاس الدلالة ثانيتين رمزية غاس الدلالة كذلك الهوياتية غاس الدلالة
من الجذور التاريخيه للحضاره الامازيغيه في شمال افريقيا، وبالتالي رهن التاس يعني الحضاره ام الحضارات الانسانيه ككل، اخصاص نار ثاني، اخصاص الاهتمام الزاجس، اخصاص اتاف امكاني نسي الجن اللائق دي التاريخ دي الماضي نسي الجن بلاد تمازغ المغرب بالخصوص. هو بشكل عام ما غاديش نحاج شخص السوري، ومن بعد اقيل بالضرح أي ومنجز الاساتذه عوده السوري. أيوة الأستاذ محمد، يعني فعلا فعلا مارسين السور خصنا الأمازيغية خص قوسمين وقلعون قنس تاريخي فعلا خصنا نكون